इस इश्क में मर जावा। في حدا هرب، مين هالجاكيت؟ هذا لنفس الشخص اللي قتل سينجا. شفتي وشو شي؟ مين هو؟ ومين رح يكون غير تارا؟ شكلها رجعت من جديد. هالشي مستحيل لأنه تارا ماتت. عن جد؟ كيف عم تحكي بهالثقة الكبيرة؟ واقفي، مين انتي؟ شوف، نزل المسدس، أنا شرطية. كيف رح صدق؟ لأنه من شوي في شاب وصبية إجوا لهون وكانوا عاملين حالهم رجال أمن واستغلوا هذا الشي وهاجمونا. شو؟ شاب وصبية؟ ايه، يلي سمعتي صحيح، يلا ورجيني بطاقتك. أنا مو حاملة بطاقتي معي هلأ، بس صدقني أنا عن جد بكون ضابط بالشرطة، نزل المسدس. سمعت هالحكي كتير، وهلأ جهزيلي حالك لحتى تموتي. هاي البطاقة. تركا، أنا ضابط شرطة وهي كمان، نشتغل سوا. أنا آسف. ما في مشكلة، هي مهمتك. خلينا نروح، لازم نشوف إذا انسرق الحبر أو لا. هو مات. كتير منيح، آلة الطباعة لساتها موجودة وما انسرقت. أكيد إنه الرجال والمرأة إجوا لهون مشان يسرقوا الحبر، بس أكيد صاير شي هون وبسببه سنجانيا مات ونحن لازم نعرفه، وهنن الاثنين هربوا. أنت كنت هون؟ يعني لازم تتذكر مين الرجال والمرأة اللي كانوا جايين متنكرين. لا مدام، أنا ما كنت قدران شوفهم. مين ممكن يكونوا؟ بس انت لساتك ما جاوبتني على سؤالي ديب. كيف قدرت تقول انه تارا ماتت بكل هالثقة الكبيرة؟ طريقة قتله لسينجيا وكيف انقتل، ما حدا في يعمل هالشي الا تارا. ليش انت ما متقبل هالشي ابدا؟ كأنه ذاكرتك ضعيفة يا آروهي. لا تنسي انه انت اللي صرختي وقلتي قدام الكلب المحكمه انه انا اللي قتلت لتارا، وانت قلتي باني كمان اخذت لها عيونها بعد ما قتلتها. نسيتي؟ انا ما اتهمتك ديب، انا قلت الحقيقه. لاي مستوى بعد رح تنزل؟ لك ديب، عم اقول لك نزل لي ديب بلا هالحركات. ديب انا ماني متحمله اشوفك قدامي ابدا، تركني. إذا هيك الموضوع فأنا ليكني قاعد قدامك وأنت رح تنجبري تطلعي فيني. يلا تطلعي فيني هلأ يا آروهي. إذا ما بدك تعملي هيك فأنت بتعرفي كتير منيح أنا شو فيني ساوي. بمجرد اتصال واحد كل شي رح ينتهي. ماشي رح اطلع فيك، بس ما تعمل اي شيء من كل تهديداتك. مو هيك، اطوي ايديكي وتوسلي قدامي.
وقتها رح اسمع. بترجاك لا تعمل اي شيء. هيك احسن. ماشي، وهلا بدي اياكي انك تعملي لي شغله وحده. بالواقع انا لساتني لحد هلا ما نسيت طعم اكلاتك ومشتاق لاكل منها، لهيك هلا روحي واعملي لي احسن اكل. انا هلا بدي اعرف اذا ايديكي لساتهم بنفس المهاره او لا. وانتبهي لا تقولي لا، بتعرفيني ما بحب كرر نفس الشيء مره بعد مره ابدا. رغم أنه ما عنا أي أدلة ضدهم حالياً، بس أنا بعرف كتير منيح مين اللي عمل كل هذا الشيء. نحن لازم نشدد الإجراءات الأمنية حتى ما حدا يتجرأ يدخل مرة تانية. أنت ساعد الأمن هون وأنا بخلي عيوني عديب وآروهي. أوكي. عن جد ممتعة كتير شوفتك هيك. بتعرفي أنه أنت كل ما بتهتمي فيني هيك كأنك مرتي. عن جد بتبيني حلوة كتير. ولأمتى رح تخليني أرقص على أنغامك؟ ولأمتى رح تستغل نقطة ضعفي؟ شو عم تلعب معي؟ مهما طولت أنا رح أتخلص من نقطة ضعفي، وبعدها شو رح يصير فيك؟ أنت عم تحكي كتير. بتعرفي أني مو خايف من تهديداتك يلي بلا طعمي؟ لأن ما بتفرق معي بشي، وبس اللي بدي إياه أنا هو اللي رح يصير. شو رح تضلي واقفة؟ ما لازم تقدمي لي الأكل؟ استني، إذا أنت هلأ حضرتي لي الأكل بكتير من الحب، فطعميني إياه بحب، بحب كبير. بدي تطعميني بإيديكي وقت باكل. بالأول أنت رح تاكلي، لأنه أوثق فيك كتير وبشكل أعمى بهيك شي بيكون خطر كتير علي. كلي. ديبراج سينغ، بعد شوي رح تغيب عن الوعي لفترة قصيرة أول ما تاكل، ولبين ما ترجع لوعيك رح كون نفذت شغلي. أنا ماني جوعانة هلأ. أنت رح تاكلي يا روحي. أنا آسفة، وقعتهم بالغلط على الأرض. أنا رح لمهم هلأ. لا تقلقي، أنا ما رح أقتلك هلأ. في عندي طرق تانية لحتى أقتلك فيها. لا أديب، أنا آسفة، لا تتصل. أنا غلطت وما رح أرتكب غلط مرة تانية. بترجاك سامحني. ماشي، أنا سامحتك، بس باعتبارك ارتكبتي غلط فلازم تتعاقبي، مو هيك؟ أنا أخلص رح ساوي كل شي بتقول عليه. منيح. رح حلك بعدين. ديب، انت شو عم تعمل هون؟ ليش؟ معقول ما فيني اجي على غرفة مرتي؟ هالشي مو مطلوب بعد هلا. اذا هيك كان لازم تعطيها مكاني لأروحي. اوه، هيك الموضوع. معناها لهالسبب انت كنتي عم تراقبيني هلا؟ لا مو هيك يا ديب. ما بتقدري تكذبي علي يا نيترا، لاني بعرف انك ضليتي تراقبيني كل الوقت من لما اجيتي على هالبيت ولهلا.
وأنا اكتشفت هذا الشيء وتأكدت منه حتى لما ما كنت بقدر شوف. هلأ أنا بقدر شوفه بكل وضوح كمان، وبعرف أنك مخبي عني شيء وما عم تعترفي. أنت مو مثل ما عم تتظاهري نهائيا، ومن نظرتك تنعرفي. لهيك قليلي بوضوح شو هو الشيء اللي مخبيتيه عني، لأنه إذا رح تكذبي علي أنا رح أعرف أكيد. ماشي، إذا عن جد بدك تعرف، اليوم بوعدك إني رح خبرك الحقيقة الكاملة. ديب أنا ضابط بالشرطة، بس لازم تعرف إني بكون ضابط بشرطة سرية، وأنا ما بقدر أبداً إني خبرك أي شيء عن مهمتي، لأنه هذا الموضوع مخالف للأوامر. أي بس أنا فيني إلك شغلة واحدة إذا بتحب تعرف، وهي ليش تزوجتك. أنت كنت ضمن دائرة الشك خلال مهمتي يا ديب، بس في حقيقة أكبر من هاي بكتير. ديب أنا عن جد وقعت بحبك. أنا ما بعرف أبداً إمتى وليش صار هالشي، بس هو صار وخلص. لما رجعت لأروحي على هذا البيت مرة تانية ما تقبلت هذا الشي. أنت لساتك بتحبها لأروحي مو هي؟ الموضوع مو هيك. ليش لأعمل هالشي وعندي مرة محبة وذكية؟ شو ما كان الشي اللي كنت عم أعمله، بدي تعرفي وتتأكدي في سبب كبير وراه. أنا ما بقدر أقوله بهي اللحظة، بس أنا رح أحكي أول ما تجي اللحظة المناسبة. أنا بعرف منيح يا ديب بأنك عم بتكذب مثل العادة، بس أنا متأكدة 100% أني رح أقدر اكتشف الشي اللي مخلي أروحي مزلولة وضعيفة قدامك بهالشكل، وما عم تقدر تطلع من تحت جناحك. أنا بعرف منيح يا نيترا أنك عم تكذبي علي وعم تتظاهري بالحب، بس أنت أبداً ما رح تكتشفي شو هو السبب اللي مخليك تعملي كل هالشي. أنت أبداً ما رح تكتشفي نقطة ضعفها لأروهي اللي عم استغلها، حتى لو شو ما عملتي. ألو؟ أنت خلص ما بقى فيك تخليني مزلولة لألك كل الوقت. أنت ما رح تقدر تجبرني أكتر من هيك. أنا متأكدة رح أقدر لاقي طريقة وأهرب فيها من فخك هاد. مين هاد؟ ألو؟ أروحي؟ لا ما عم صدق بابا، هذا أنت؟ طمني عنك، أنت منيح؟ وينك هلأ؟ بابا لا تتحرك، استناني. إيه؟ أنا جاية لعندك. إيه؟ لا تقلق. قديش لازم قلك أنه لا تحاول تهرب مني أبداً؟ أنت مانك عم تفهم؟ هي تاني محاولة ما كانت ناجحة. لازم تعرف المخاطرة بحياتك بهذا العمر، هو شي مانو منيح لصحتك أبدا. ديب بدك تترك هلأ أبي بحاله، ما بقى تقرب عليه أبدا، عم تفهم؟ ما صار عليه شي لهلأ، إذا بيحاول يهرب مرة تانية فأنا. نيناتكن بتعرفوا شو في عندي، لسه نقطة ضعفك بإيدي، لو حاولتوا ألف مرة ما رح تقدروا توصلوا له. بعدين ليش عم تخاطروا بحياة هالشخص بإزعاجكن لإلي؟ أنا حطيته بمكان حلو، كل وسائل العناية يلي بالعالم موجودة فيه، بس شو؟ خليه يفهم بقى. صدقني ما رح أرحمك أبداً ديب، أنت ما بتستحق تعيش. خلص وقفي هاي الدراما، لا تعصبيني أكتر من هيك. خلي ببالك اني ما بدي مشاكل بيناتنا. ليش انت وابوكي ما عم تفهموا هذا الشيء ابدا؟ ليش عم تخليني اعصب؟ اتركها لبنتي، رح ساوي كل اللي بتقوله. انا ما رح اهرب من هون ابدا، رح اعمل كل اللي بتقوله وخلص. ما لازم يصير شيء سيء لبنتي. تعلمي لك شوي من ابوكي. أروهي اسمعي، الشرطة جوا، هنن على الأغلب بيكونوا أجوا ليسألوا عن مقتل سنجانيا. لازم تتصرفي بانتباه كبير، رح تنسألي كتير أسئلة جوا. تذكري شي واحد أنه نحن رحنا على موعد غدا وما منعرف أي شي عن موت سنجانيا ولا مين اللي قتله.
بلا زيادة وبلا نقصان. موعد غدا، تعالي. انت قديش رح تخليني اكذب؟ تقدر تخبريني وين السيد ديب بهذا الوقت؟ اجته مكالمة مستعجلة وطلع بسرعة. اهلين، هي اجا. اهلا وسهلا فيك، كنا بانتظارك. قضية موت تارا رايتشاند لسه ما تسكرت، وليك اجينا لنقابلك بخصوص قضية تانية. مين اللي انقتل؟ اطلع الكل هون عايش. عن جد؟ انت ما بتعرف؟ في اتفاقيات جديدة معه، سيد سنجانيا هو اللي انقتل. يا قدير، هو كان بده يعطيك قرض كتير كبير، شو بتقول عن هالموضوع؟ ايه صح، هو كان بده يعطيني قرض وانا بعرفه، بس مو ضروري انه اي شيء بيصير على شخص انا بعرفه ممكن يكون لي علاقة فيه. ما بعرف شيء عن جريمة قتل سنجانيا. طيب ماشي، انا موافق على كلامك، وباي حال ما عم بتهمك باي شيء، مجرد سؤال. مدام روهي، وين كنتوا بين الساعة 5 للستة المساء؟ كان عنا موعد غدا. لازم يكون غدا طويل، عم تاكلوا للمساء؟ لا، نحن رحنا لمسافة طويلة. واو، شي حلو. بالرغم من انه مرتك بالبيت، انت رحت على موعد غدا مع حدا تاني. انت مساعدته للسيد راندير، هو لسه ما اخذك ابدا بشي موعد؟ تارانج بتطلعي معي بموعد؟ ايه سيدي، اللي زمان كتير ناطرتها لهاللحظة. يلا نروح. تارانج، تارانج، إذا خلصت أسئلتك هلأ حضرة المفتش، لازم تروح لأنه هذا الوقت هو وقت استراحتي. وبدل ما تقلقنا بهالشكل، يا ريت بهالوقت تحاول تقبض على المجرم الحقيقي. هذا رح أعمله يا سيد ديب راج سينغ. لوقت إذا صار عندك أي معلومات متعلقة بهي القضية، أكيد رح تخبرني. أكيد أكيد، المواطن الصالح دائما بيعمل هالشي. هلأ صار فيني اسمع كل كلامك ديب، رح أعرف كل شي عنك. أنا جاي، بس دير بالك إنه ما يصير أي غلط، وشدد الأمن كتير. من معرفتي الكبيرة بآروهي، هي رح تعمل أي شي لحتى تقدر توصل لهون. لا تخاف ديب، أنا متأكدة إنه أنا رح حاول إني أوصل لأهلي وما بقى تهددني فيهم. ساعتها رح حط حد للعبتك هي. أستاذ ديب؟ أستاذ ديب؟ بدك تأخذني هداك المكان؟ أي مكان؟ ما بعرف أي شيء. ثلاثة، اثنين، واحد. ماشي ماشي، رح أخذك على هالمكان، تعالي. هذا مو هو،
لا ما بصير هيك، لا. أروهي، اللي شو بدك مني؟ ليش عم تعمل كل هالشي معي؟ ديب جاوبني لك، من اليوم اللي دخلت فيه على حياتي سودت لي إياها وخربتها وما بقى فيها أي شي مزبوط. لك أنت أخذت مني كل شي حلو وبعدين أخذت السبب اللي عايشة كرماله. لك انت حتى اخذت مني هويتي ووشي ديب. ليش انت ليش بتضل تاخذ مني كل شي بحبه؟ قلي شو السبب، جاوبني يلا. اروهي، باين عليكي انك مالك منيحة ابدا. انت هلا مثل المي، مبينه هشه وضعيفه وكتير كمان. انا حذرتك من قبل، مو هيك؟ لا تحاولي تتزاكي علي ابدا، بس انت ما كنتي تسمعي مني. هي انت طبعا فكرتي انك رح تقدري تراقبيني من خلال هالجهاز. هالشي ما ممكن يصير، فليش حاولتي تتزاكي؟ انت ما بتعرفي انه اللي عملتيه ممكن يكون ثمنه غالي كتير؟ اروهي، انت خسرتي امك من قبل، لهيك ما بعتقد انك بدك تخسري لابوكي كمان. انا بعتقد لازم تكوني فهمتي شو بقصد. لهيك يا ريت ما بقى تتزاكي معي، بس اللي بقلك عليه بتنفذي، عم تفهمي؟ باليوم اللي انت رح تكون عايش فيه مثل حالتي رح تفهم كيف بيكون هذا الشعور جواتك. يمكن باليوم اللي رح يتاخد منك فيه اغلى شي عندك رح تحس فيني وتفهم كيف هالشعور، ورح تتذكرني. رح استنى هاليوم على احر من الجمر. يا ترى على مين كان عم بيلمح ديب؟ ومين هو هذا الشخص اللي كان عم يحكي عنه هلا؟ شبك اروهي، انت ضعيفه لدرجه ما قدرتي تعملي شيء. هي تاني مره بينجح بهزيمتك ديب وانت ما قدرتي تحركي حتى شعره واحده منه. انت انهزمتي قدام ديب واستسلمتي لأنك صرتي وحدة ضعيفة ومانك قدرانة تدافعي عن حالك. هو دمر لك كل حياتك والمفروض قلك أنه خلص هلأ ما بقى في أي شيء لتعملي لأنك انهزمتي. لهيك أنا رح قلك شو رح تعملي حتى ترتاحي. استسلمي أروهي، أنت خسرتي، أنت خسرتي. إيه أنا مستحيل خلي ديب يهزمني بهي البساطة. هو لازم يدفع ثمن كل جريمة ارتكبها، وكمان رح يعاني بنفس الطريقة اللي خلاني عم عاني فيها اليوم. أنا ما رح خليه ينجح بكل شي مخطط له. هو استفاد من نقطة ضعفي، بس بكرة هو الوحيد اللي رح يكون عم يعاني. من بكرة لازم يكون جواز سفري أنا وأمي جاهزين.
ما لازم يكون في أي غلط. لا تقلق أبداً أستاذ، لحد هلأ كله ماشي حسب الخطة. لسه في 5 أيام وبعدها أنا رح أطلع نهائياً من هاي البلد. أنا رح أحصل على قرض 100 مليون وهدول الشرائح رح يكونوا معي. بس أنت ما بتعرف يا ديب وما عندك أي فكرة أنه عيوني موجودة بكل مكان بهالبيت. حتى الغرفة الوحيدة اللي بتحكي منها كل أسرارك أنا عم راقبك منها. هلأ أنا رح يكون عندي تقرير عن كل تحركاتك، لهيك ما فيك تغلط معي أبداً. ما رح خليك تروح على المكان اللي عم بتخطط تروح عليه لو شو ما كان الثمن. ألو ديب، هلأ راح وقفوه بأي ثمن، هو ما لازم يقدر يوصل لهونيك قبلي. هلأ معقول حتى نيترا طلعت عم تتآمر ضد ابني ديب؟ شو الشي اللي ناوية إنها تعمله؟ فكرت إنه أروهي هي الوحيدة اللي ضد ابني ديب، بس على ما يبدو هلأ بانوا. ما عم أقدر أفهم أي شي. بابا شو عم تعملي؟ قليلي شو الفرق بيننا وبين ديب؟ إذا نحن هلأ مشينا على طريقه، يا بنتي هذا الزلمة وحش ونحن ما بنقدر أبداً إنه نكون مثله. شو المفروض إني أعمل؟ بس إني أقعد وتفرج؟ هذا الشخص حاجز عنده أغلى إنسان بحياتي كلها، هو بيقدر يعمل أي شيء بيخطر بباله وإمتى ما بده. والأبشع من هيك بدك يعني يبقى ساكتة وعم تفرج عليه وخليه عم يتحكم فيني مثل اللعبة بين إيديه. وفوق هذا ماما تركتني وراحت عن هاي الدنيا بسببه. قلي شو اللي بدك يعني أعمله؟ لا بنتي، أمك ما ماتت بسبب ديب، بالواقع هي رحلت عن هالدنيا بسبب مرضها. بابا قلي أنت برأيك من وين إجا هالمرض؟ بابا هذا الشخص هو اللي خلاني بعيدة عنكم كل هالسنين، وأمي ما قدرت تتحمل هالشي لهيك انصابت بالمرض وماتت. أنت فكر إنه هو ما عمل شي، بس أساس كل المشاكل اللي صارت معنا كانت بسبب ديب. كتير ضروري إنه ننتقم منه. أنا ما بيهمني إذا صرت مثله، اللي بيهمني إنه أنا لازم أقتله. بابا صدقني كل شي صار بسبب ديب وأنا رح أنتقم منه. خلص اهدي، لا تقلقي أبدا. وشوفي إنه نحن رح نسترجع شغلتنا الغالية عن قريب كتير. أنتي بنتي الشجاعة والقوية مو هيك؟ أنتي كنتي دائما تواجهي المشاكل بقوة كبيرة وما تخافي من شي، وكنتي دائما تنتصري. أنتي ما بتقدري تتمسكي بالانتقام من خلال العصبية. مو بنتي الشجاعة اللي بتروح على الطريق الغلط، لأنك ولا مرة خيبتي لي أملي حبيبتي. أنا بعرف بأنه أنتي ما رح تقومي بأي خطوة غلط، بدي تعملي الصح مثل ما بعرفك دائما. بس أنتي ما عملتي شي الصح يا أروهي. يلا قليلي بسرعة، أنتي ليش خطفتيها لأمي؟ وقف، ما بتقدر تدخل. لو وين داخل وحاطط هالخوزة؟ شلحها فورا، يلا شلحها. هاي ارفع ايديك، استسلم فورا وبهدوء وإلا رح تخسر حياتك. هلا شلح خوزتك، يلا شلحها. شو هالحكي الفاضي ديب؟ أنا ما خطفت لأمك، سامع؟ أنا ما خطفت لأمك ولا بعرف مين عمل هذا الشيء. ليش مين ممكن يعمل هيك شيء غيرك أنت يا أروهي؟ أنا كتير متأكد أنه أنت الوحيدة اللي خطفتيها لأمي. يا ديب هي ما عم تكذب عليك، ما عملت هالشيء أبدا. ديب أنت عم تتهم الشخص الغلط، روح ولاقيها ولا تضيع وقتك هون. روح. أنا ما رح روح لأي مكان يا أروهي. أبوك اللي رح يروح هلأ من هون، أنا اتصلت بحدا ليجي لهون مشان ياخده لمكان بعيد. حضرة الضابط تفضل. ديب أنت كيف تتصل هيك بالشرطة؟ لا كتير تخافي، أنت رح تعرفي بعدين. سيد كاشاب أنت مقبوض عليك لأنك متهم بسرقة أوراق وممتلكات لسيد ديب راجسينغ، وفي كمان وثائق قانونية موجودين بين هاي المسروقات.
شو هالمزحة هي ديب؟ انت بتعرف انه ابي ما بيقدر يعمل هيك شي نهائيا؟ انت ليش عم تتهمه هيك ظلم؟ حضرة الضابط لو سمحت فتش هذا المكان منيح، انت رح تلاقي كل الادلة موجودة هون، انا متأكد تماما. فتشو يلا. شو هالتمثيلية الوسخة؟ عم قلك هو ما بيعمل هيك شي ابدا، ما في عندك اي مصلحة لتحارب ابي، لهيك حاربني إلي أنا، خليه هو برات الموضوع. أروهي أنت ليش كل مرة بتحط الحق علي؟ قولي لي أنت مستعدة تكوني أسوأ إنسان كرمال مصلحتك؟ خلي هلأ الشرطة يعرفوا يعملوا شغلهم. سيدي لقينا هالملف، كان موجود جوا. وقف عندك ولا تتحرك ابدا، انت تزكيت كتير بس هلا ما فيك تهرب من هون. شيل الخوذه ورجيني وشك. يلا يلا انا عم قلك شيلها شيلها. هلأ أنا رح أخذ كل شي من هون وروح قبل ما تقدر توصل لهون يا ديب. سيدي نحن شددنا الحراسة برا، شو هاي؟ أنا غيرت كلمة المرور والآلة كمان. منيح، تفضل أنا رح رافقك لبرا. شو ممكن تكون كلمة السر الجديدة؟ لازم تكون بصمات الأصابع ظهرت بالمادة اللي أنا حطيتها على الآلة، وكلمة المرور الجديدة لازم تكون انكشفت. هي هي كلمة المرور الجديدة. يلا خدوه. لحظة حضرة الضابط بترجاك، صدقني أبي ما عمل أي شيء، هو اتهموه ظلم واللي عمل كل هالشي هو ديب. أبي ما بيقدر يعمل شيء، صدقني كله كذب. مدام أروهي اسمعي، لا بقى تدخلي بأمور الشرطة وإلا نحن رح نقبض عليكي أنت كمان، ماشي؟ فهمتي؟ يلا خدوه. حضرة الضابط لو سمحت، أبي ما عمل شيء صدقني. خلص بترجاك اسمعني. عن جد أنا خجلانة أسألك لأي مستوى قبلت أنك تنزل حالك؟ أنت خلص تجاوزت كل الحدود بالشي الوسخ اللي عم تعمله، ليش اتهمت أبي هالاتهامات المزيفة هي وخليت الشرطة تاخده؟ أنت معك 3 ساعات بس، روحي لحقي حالك لأنه أنا بدي أمي ترجع لي سالمة خلال 3 ساعات، وإلا رح أتهمه لأبوك بتهمة كتير كبيرة ورح خليه يعفن بالسجن. قضى نص حياته بالحزن لأنه بنته ما كانت معه، والنص التاني
رح يقضي حزين لأنه ما عاد رح يشوفك بالمرة. معك 3 ساعات بس لحتى أمي ترجع سالمة. ديب صدقني أنا عن جد ما خطفت لأمك ولا بعرف وين هي كمان. مثل ما قلت لك معك 3 ساعات بس، لهيك لا تحاولي تضيعي وقتك بالحكي الفاضي معي. وين ما كان المكان اللي خبيتي أمي فيه، روحي عليه فورا ورجعي لي إياها على البيت سالمة. ديب اسمعني، لك شو هالمصيبة الجديدة؟ مين اللي خطفها لأمه؟ بس ليش ديب مفكر إنه أنا اللي خطفت أمه؟ بس مين ممكن يعمل هالشي؟ ما في مجال، لازم أقدر لاقي شي دليل يخليني أوصل بسرعة ولاقيها لأمه. أنا لازم أكتشف مين ورا هاي المصيبة. شو صاير؟ شو عم تعملي هون؟ سيدي، تعتقد بأن عم تحاول تخبي شي عنا؟ أنا رح أفتشها هلأ. لا، ما في شي أبداً، ما في داعي لهذا الشي. شرايح؟ أنتي سرقتي هدول؟ بس ليش؟ أنا عرفت إنه ديب بده يجي يسرق هدول الشرائح، وأنتي بتعرفي بإنه هاي ممتلكات حكومية ونحن ما منقدر نخليهم يوقعوا بإيد حدا وخصوصاً بإيد شخص مثل ديب، لهيك أنا أجيت أخذتهم، بس هيك. صح، ممتاز، برافو، أنا فخور فيك اليوم. أنت بهالتصرف أثبتي نفسك بأنك شرطية مخلصة. أنت كذابة ومحتالة وكمان حرامية وبتقدري تخدعي أي شخص قدامك. هي كانت دائما نظرتي إليك لحد هاللحظة، بس تبين أنك شرطية مخلصة لشغلك. ترانك، فيك تجيبي لي قنينة مي لبين ما أحكي مع نيترا بموضوع؟ إيه، ماشي. سيدي، بدك مني جيب لك قنينة مي مختومة ولا مي تكون عادية؟ أنا آسفة سيدي، شكلك معصب. خلص رح أروح أجيب لك مي باردة. ماشي. إلي بصراحة، أنت شو عم تساوي هون؟ شو عم بيصير؟ هاي المرة مو ضروري إنه تعرف كل شي صار، أحياناً في أشياء لازم تبقى سر. أنت مفكرة إنه فيك تشتريني بهالمصاري؟ ما فيكي أبداً، لأنك قدرتي تشتريني من أول نظرة. خليكي متذكرة منيح أنه راندير دايماً بيكون واقف مع الطرف الأقوى. خدي روحي. إذا أنا لازم أعرف وين موجودة أمه لديب، أنا لازم أحصل على كم دليل من غرفتها هلأ، ولازم أقدر لاقي شيء من خلاله أعرف عن مكانه. أنا رجعت. تارا، هذا معناه إنه تارا هي اللي عم تعمل كل هالشغلات. بالأول سنجانيا، وهلأ عمتي. هذا هو أسلوبها لتارا. مو ممكن يكون الشخص اللي خطف أمه لديب حدا تاني غير تارا، أنا متأكدة من هذا الشيء. ألو؟ أنا بعرف منيح وين هو المكان اللي محجوزة فيه أمه لديب، وإذا بدك تعرفيه لازم تعطيني 400,000 لحتى ساعدك ودلك عليه. حاولي ما تتأخري. مين عم يحكي؟ لحظة، بس مين؟ ألو؟ ألو؟ 400,000 روبية؟ شو بدي أعمل؟ ومن وين بدي أجيب هلأ أنا 400,000 روبية بهذا الوقت القصير؟ أنا لازم لاقيها لأمه لديب خلال ساعتين، وإلا حياته لأبي بخطر.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.